تفاعل مربو الثروة الحيوانية مع القرار الأخير لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بخفض أسعار الأعلاف، مؤكدين ذلك هو الطريق الصحيح لدعم الثروة الحيوانية. في لقاء خاص مع تلفزيون دولة الكويت، طلب بعض مربي الماشية أن تستقر أسعار الأعلاف بعد انخفاضها أسوة بالدول المجاورة. بعد خفض أسعار الأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في الأول من هذا الشهر، سينعكس ذلك على المستهلك وعلى مربي الثروة الحيوانية. أثار قرار شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بخفض أسعار الأعلاف مع بداية شهر أكتوبر الحالي حالة من الارتياح النفسي والنية في التوسع في تربية المواشي. دعم الحكومي حق الأعلاف جيد بالنسبة لنا احنا مربين، يعني يخف من العبء علينا وهو ينعكس على المستهلك، مو بس لنا احنا كمربين أغنام، حتى حق الألبان وحق الدواجن، فيخفف علينا ويساعدنا ان نكثر من الحلال على اساس ان نساعد في الأمن الغذائي حق البلد. يعني فبالعكس كل ما نزل الدعم كل ما خفف العبء علينا. الدعم يخفف العبء على المربي، وثانيا يشجع المربي انه يهتم بالحلال ويكثره، ولكن اذا يزيد عليه العبء ودفع المبالغ الزايده اللي قاعد نشوفها الحين، ولما تقارنها في دول جوار مثل السعوديه او الدول القريبه، يعني دبل الاسعار مرتين. مطالبات مربي الماشية بخفض أسعار الأعلاف ليست وليدة الساعة، بل كانت منذ سنين مضت لدعم الثروة الحيوانية. الأسعار أصلاً نازلة، قاعد أقول لك الطن مبالغ أنا فيه، الطن 40%، الكيس واصل لي الشهر هذا. أنا أقول لك على الأسعار البورصة العالمية مالت الشهر الحين اللي إحنا فيه، الشهر هذا البورصة العالمية كلفة الشعير دينارين و750. المطاحن شلون شهر ترفع وشهر تنزل؟ إذا الشهر هذا نفس الشهر اللي طاف شلون نزله؟ ليش ما نزله الشهر اللي طاف؟ متى ما صار ضغط على المطاحن نزلته، حنا نبي أسعار ثابتة. مطالبات أتت أيضا ليست فقط بخفض أسعار الأعلاف، بل باستقرار سعره وتوفير فروع لتوفير الأعلاف في المحافظات الست وبناء مسلخ في تشبد. في اسعار مثل البورصة، يوم فوق يوم تحت، يوم عرض دشداش بحلجي وطردي انا وهويه، يوم بعدين ضيقه هناك عند العاصمه، ضيقه والله بكان مثل ما ادش الشركه اني علي بالانفس. اسعار قاليه، المياه قاليه، الاعلاف قاليه، مقصب ما في، توزيع الاعلاف المفروض انه يكون هني عندنا في تشبت ما في، قالوا انه بيفتحون محلات توزيع وحطوا وبنوا. وتكمن اهميه الثروه الحيوانيه في البلاد كاحد مقومات الامن الغذائي التي تستحق الدعم والمبادرات لكافه المربين. ابراهيم السرحان، تلفزيون دولة الكويت. وللمزيد حول الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف وليد العدواني، مدير إدارة الإنتاج الحيواني في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وليد، استمعت إلى يعني بعض ملاحظات الأخوة في هذا التقرير الماضي، ما هو أثر خفض أسعار الأعلاف مربي الماشية، وكيف يمكن أن تسهم هذه الخطوة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي؟ يا هلا فيك أخوي، ويعطيكم العافية أخوي مطر، وما قصرتوا على التغطية هذه، وأنكم تتابعون المواضيع الخاصة في الزراعة وما يهم المربين والمستهلكين. أخوي بالنسبة للموضوع الدعم هذا، أنا سمعت التقرير وكان فيه وايد تعقيبات من الأخوان المربين. فبالنسبة للدعم أخوي، دعم الأعلاف، إحنا مربوطين في بورصة عالمية للحبوب، هذه البورصة ترتفع وتنزل بناء على عرض وطلب، وفي الفترة السابقة كانت الأسعار عالية، فكانوا الأخوان في شركة المطاحن يشترون في أسعار عالية، فكان لازم إحنا ندعم في المقابل علشان ننزل الأسعار هذه للمربي. وإحنا كذلك كهيئة ترى مربوطين في ميزانية معينة يعني تعتمدها لنا وزارة المالية، فما نقدر نحيد عن هذه الميزانية، ناهيك على ان احنا عندنا اكثر من فئه ندعمها، يعني احنا ما ندعم بس مربين الاغنام، عندنا الابقار وعندنا الابل وعندنا الدواجن وعندنا كذا فئه ندعمها.
بالنسبة للموضوع هذا احنا كان في تنسيق بيننا، وطبعا التنسيق مستمر بيننا وبين الاخوان في شركة المطاحن. نعم. وبناء على هذا التنسيق وصلتنا المعلومات ان في تراجع في اسعار الحبوب في عالميا، والشغلة الثانية ان مع انخفاض النفط صار فيه انخفاض في اسعار الشحن، ونفس الشيء في انخفاض في هذه النقطة اخوي وليد في نعم. هذه النقطة حتى لا نذهب بعيدا، خطوة تخفيض اسعار الاعلاف قوبلت كما هو بالتقرير بارتياح واسع من قبل مربي الثروة الحيوانية، لكنهم ايضا طالبوا بضرورة استقرار الاسعار من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية والحيوانية. ترى ما هو رد الهيئة؟ هو صحيح صراحة احنا في ودنا ان يكون في استقرار، لكن هذا شيء مو بيدنا، عرض وطلب. لكن انتم شو استعداداتكم لطلبات او للوصول الى حالة توافقية بينكم وبين يعني مربي الثروة الحيوانية؟ لان الامر ايضا خطير، مسألة تعزيز الامن الغذائي في الدولة. نعم 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 صحيح، واحنا قاعدين نسعى في وجهود حثيثة صراحة لتوفير الأمن الغذائي للدولة. وأعتقد أن الدليل على كلامي أن لو تلاحظ السنة اللي فاتت شنو الأسعار، وشوفوا قارنوا الأسعار في السنة هذه، ترى صار انخفاض كبير في أسعار الأغنام، وكذا بناء على شنو أن توجه الهيئة في مشاريع الأمن الغذائي، وعندنا أنواع من الدعم اللي هو الدعم المباشر والدعم الغير مباشر. نعم. احنا قاعدين نوفر تطعيمات، قاعدين نوفر أدوية، وقاعدين نوفر مبيدات، وقاعدين نوفر كل شيء. أما بالنسبة للأسعار احنا ما نحكم، لأن مو احنا الدولة الوحيدة اللي تستورد من دول العالم، في عندنا السعودية تستورد كميات مهولة، مصر، في أكثر من دولة، كل الدول قاعدة تستورد، فإحنا لنا اللي نقدر نستورده هذا وفقا للبورصة، يعني ما نقدر يعني، ومربوطين في ميزانية، الميزانية هذه أنا لازم أشتغل عليها طول السنة، ما أقدر أعدل عليها، ما أقدر أتجاوزها، ولازم أحدد الفئات هذه، إذا زاد السعر علي ما راح أقدر أعدل إلا أني أنقل من بند لبند وفق الدعم بس، فأنا هم محكوم في هذه. ولكن إحنا إن شاء الله في جهودكم مقدرة أخوي وليد. نعم. جهودكم مقدرة ومحل تقدير واحترام. مدير إدارة الإنتاج الحيواني في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كل الشكر والتقدير.